المعسكر من جديد يحتفل بالكرة إنس إنسان تتقوى كبيرة يا سلام يا سلام الله 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 يعدل النهج في الوقت البدل الضائع لا النتيجة ملعوبة أو أن المباراة انتهت من مسافة بعيدة يضرب شباك الشبيبة الحارس سيدي صالح بقوة كبيرة وبدقة أن لك هذا هذه القوة في القدم اليمنى للاعب القوي غلاس الشاب غناوي الذي يتمكن من تعديل النتيجة تمكن من المرور ومن تحضير الكرة صعبة خطيرة يا سلام.
عشرة في هذه الليلة. من الخروج ويضع الكرة في الزاوية الصعبة والبعيدة لمرمى الحارس سيدي صالح. الله يلبينا منه